تألق لاعبي خط الوسط في ريال مدريد مع هذه البداية هو صداع الآن في رأس أنشيلوتي، من سيلعب ومن سيبقى في الاحتياط في رأيك؟ طبيعة الحال يعني فريق ريال مدريد هو فريق كبير يمتلك عدة أسماء، وبطبيعة الحال يعني هذا صداع من جهة، لكن من جهة أخرى أي مدرب يتمنى يكون عنده اختيارات كبيرة وعنده لاعبين اللي يقدر يوظفهم بشكل مناسب. ونشوفنا فريق ريال مدريد في المباراة الأولى يعني بدأ كي شفناه يعني بالفريق اللي بدأ به، بدأ بكامافينغا تشواميني مع مودريتش دخل في الشوط الآن في الثاني المباراة الأولى هذه يعني المباراة الأولى يعني كي نشوفوا كيفاش بدأ المباراة وكيفاش كمل كروس ويلعب المباراة وكروس فصلت في جول يدخل مودريتش نشوفوا كيفاش بدأ بوسط ميدان مغاير جدا مع نهاية المقابلة، يعني اللي بدأ بهم ماشي هما اللي كمل بهم المباراة. نشوفوا هنا الحلول، أنشيلوتي دائما ما يعرف يحسن الاختيار فيها وما يصنع الفارق فيها.